بسم الله الرحمن الرحيم. جئتكم اليوم ببشرى من ملك الملوك. عفى الله عما سلف. وبهدية من الواحد الأحد. عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. هو الذي قال وهو ملك الملوك الذي يحكم لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل في علاه وتقدس اسمه، قال لمن أخطأ وزل عفى الله عما سلف، قال لمن سفك الدم ثم تاب عفى الله عما سلف، قال لمن ارتكب الفواحش والجرائم والكبائر ثم أناب وبكى عفى الله عما سلف. هذا وفاء، قابل الوفاء بوفاء، قابل الكرم بكرم، قابل التجاوز بتجاوز. تعالوا إلى عفو الباري سبحانه وتعالى. عفى الله عما سلف، وما قثر الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. يدعى الناس يوم القيامة فيقال أين العافون عن الناس، فيقومون قال فيتخطون الصفوف تحت العرش فيقول الله قد عفوت عنكم. عفى الله عما سلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر لله الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب الطاهر، ثم الشكر لأهل الفضل وعلى رأسهم من دعا لهذه المحاضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن فهد، أثابه الله ووفقه وهداه لكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم بعين رعايته، وأن يزهرنا ولايته، إنه على ذلك قدير. جئتكم اليوم ببشرى من ملك الملوك، وبهدية من الواحد الأحد، وهي عفى الله عما سلف. هو الذي قال وهو ملك الملوك الذي يحكم لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل في علاه وتقدس اسمه، قال لمن أخطأ وزل عفى الله عما سلف، قال لمن سفك الدم ثم تاب عفى الله عما سلف، قال لمن ارتكب الفواحش والجرائم والكبائر ثم أناب وبكى عفى الله عما سلف. فلا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يصدر العفو العام عن الخليقة إلا هو، حتى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم وقف القرآن وقفة استحسنها أهل العلم قالوا هي كالتاج على رأس الملك، قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول أروني جهة أو قوة في الأرض أو دولة أو كيان تغفر ذنب العباد إلا رب العباد جل في علاه. فنسأله ونتوسل إليه بأحب الأسماء إليه وبصفاته الجليلة وبآلائه علينا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يعفو عنا. نعم، هذه المحاضرة أتت لنقول لأنفسنا ولإخواننا ولمن أخطأ ولمن زل ولمن أساء، تعالوا إلى عفو الباري سبحانه وتعالى. عفى الله عما سلف، وسوف أتلو عليكم من الآيات المحكمة والأحاديث المطهرة والقصص البليغ الصحيح إن شاء الله ما فيه العبرة، وأنتم تعرفون ذلك، لكن نتذاكر في مكان مبارك وفي زمان مبارك وفي مسجد مبارك وفي بلد مبارك بإذن الله، ليتم النور على النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إخوتي في الله، يقول سبحانه وتعالى ويقص علينا إخوة يوسف حينما ارتكبوا خطأ فاحشا من عقوق الوالد، ومن السعاية بدم أخيهم، ومن النكاية بقلب أبيهم، ومن تشتيت شمل الأسرة، ومن الخروج على الطاعة، ومع ذلك ألقوا في الجب وحيدا وعرضوه للهلاك وأبقوا أباه، غفر الله لهم. وفي آخر المطاف أتوا إليه وقالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فكان الجواب المحكم السريع من يوسف عليه السلام بعد النكايات وبعد الإساءات وبعد الغربة وبعد العزلة وبعد الدموع وبعد الحبس وبعد التشريد وبعد الطرد وبعد القيد، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول أهل العلم من المفسرين ما سمعنا بألطف من كلام يوسف لإخوانه وهو يتلو قصة حياته ومذكرات حياته معهم. يقول فاطر السماوات والأرض وقد أحسن بي، يعني ربي،
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يذكر الجب ولا الذيل ولا الصحراء ولا الطرد ولا التشريد. انظر الآن بيعلقها بالشيطان، يقول تراكم ماكم مسؤولين، عفى الله لكم، أنتم براء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول أنا وإياكم اشتركنا في هذا، ما أدري هل أنا المصيب ولا أنتم، أو المخطئين أو أنتم. يا للكرم ويا للعفو ويا جلال العبارة ويا إشراق الحديث، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال فسلم الأمر وأحال على الشيطان ليبقى الملف ملف التصحيح وملف التوبة وملف الصفاء والمسامحة ملفا لا لبس فيه، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رواه أحمد وغيره أن أبا سفيان بن الحارث ابن عمه قريبه، حيث يكون القريب عاقا أحيانا، حيث ينسى القريب القرابة والرحيم الرحم، شق الطاعة على محمد صلى الله عليه وسلم. على من تشق الطاعة؟ على ملك بل خير الناس عليه الصلاة والسلام، على إنسان بل إمام الإنسانية، على بشر بل رسول البشر صلى الله عليه وسلم. فهجاء ابن عمي الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وحاربه وسل السيف في وجهه وطعنه بالرماح في المعارك، وفي الأخير لما انتصر عليه الصلاة والسلام نصره الله الواحد الأحد. سبحان من أيده، سبحان من أعزه، سبحان من قدمه مثال البشر. فأتى وهو المنتصر ليفتح مكة بجيش عرمرم وليقدم وثيقة للتاريخ ويقول أنا النبي المعصوم المختار لإنقاذ البشرية بإذن الله، وهذا بيت الله وهذه قبلته. فأبو سفيان ماذا يفعل؟ الدولة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش معه، والسيوف المصلحة تنتظر كلمة، فقط كلمة لتتطاير الرؤوس مباشرة مع كلمة صلى الله عليه وسلم. فأخذ أطفاله وذهب إلى الصحراء، ولقي ابن عمه الآخر علي، لكن القريب البار علي، لكن القريب البطل علي، لكن الوصول علي، لكن صاحب العلو. قال لين يا أبا سفيان؟ قال إلى الصحراء، دعني أذهب إلى الصحراء، والله لن ظفر بي محمد ليقطعني إربا إربا. قال أخطأت، أنت لا تعرف محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأرحم الناس وأوصل الناس. بالله عليكم، وين يكون البر إذا ما كان في كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين تكون الرحمة أجل؟ إيه نبحث عن الحلم إذا لم تكن عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لكن من فتح علي، قال أهل العلم كان علي فقيها من شبابه ومن فهمه للكتاب والسنة، قال تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بالنبوة، يعرف مداخل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف لأنه عايشه ونام معه وسار معه وصاحبه وقاتل معه، عاد يعرف مداخل تلك النفس الكبيرة والقلب الحان الكبير. قال عد إليه وسلم عليه بالنبوة وقلت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين، لأنه يعلم علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتي بالجملة الثانية مباشرة. فأتى أبو سفيان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا متواضعا في انتصار في فتح مكة، الانتصار الذي شهد له التاريخ وبصم عليه الدهر ووقف عليه البشر، ولا يعلم في التاريخ انتصار مثله، عاصمة الدنيا فتحها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خفض رأسه تواضعا لربه، وفي بعض الوقت في السيرنا دمعت عينه صلى الله عليه وسلم من الفتح، يعني من رحمة الله سبحان الله. هذا الطريد الشريد وحده في الصحراء ويأتي بجيش ويقيم دولة ويسقط الأوثان والأصنام ويقول لأهل الأرض هنا عاصمة الدنيا، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثربي. فأتى أبو سفيان قال السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبكى أبو سفيان، يعني من تلك المسيرة والإساءات والحرب والقتل والعقوق، قال الله ما أبرك، الله ما أوصلك، الله ما أرحمك، الله ما أحلمك. فهو الإمام المعتبر عليه الصلاة والسلام يمدح الله أولياءه، يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال أهل العلم هي ثلاث مراتب، فمن كظم غيظه مأجور عند الله عز وجل، أن تكظم لكن لا تؤذي،
إنما في قلبه غيظ وحقد ما تستطيع أن تزيله، لأن بعض القلوب ترى مهما وعظتهم ومهما حاضرت عليهم ما يمكن أن يذهب الحقد من قلوبهم، فطرة من الواحد إلى أحد أو تقسيم يعني أخلاق، فلا يذهب الحقد، فهم المرتبة الأولى والكاظمين الغيظ والعافين، ويأتي بعدهم العافين عن الناس من يصدرون عفوا عاما عن كل من أساء إليهم. قال بعض الأولياء يكون لك جلسة قبل النوم اعف عن من ظلمك، وبعضهم يقول اغسل قلبك 7 مرات قبل النوم بالعفو وعفره 8 بالغفران. فالعافين عن الناس تقول عفى الله عن من ظلمنا، عفى الله عن من شتمنا، عفى الله عن من سبنا، عفى الله عن من أساء إلينا. هذا هو العفو الذي نقله العلم، وقد ذكر عبد الرزاق بسند جيد في المصنف، ونقله ابن القيم في مدارج السالكين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر قال أيكم يتصدق بعرضه كما تصدق أبو ضمضم؟ قالوا كيف تصدق يا رسول الله أبو ضمضم وهو فقير من الصحابة؟ فسألوا أبا ضمضم قال ما وجدت شيئا أنفقه لغزوة تبوك، فليس عندي دراهم ولا دنانير ولا بر ولا تمر، فقمت فصليت ركعتين في الليل وقلت يا ربي والله ما أجد من المال ما أبذله في سبيلك، ولكن اللهم من شتمني فاعف عنه، ومن سبني فاعف عنه، ومن أخذ من حقي شيئا فاعف عنه، قد تصدقت بعرضي لوجهك الكريم. هذا العافين عن الناس. قال السائب بن يزيد يدعى الناس يوم القيامة فيقال أين العافون عن الناس فيقومون؟ قال فيتخطون الصفوف تحت العرش فيقول الله قد عفوت عنكم. هذه مرتبة ثانية. قال سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، هذا الامتياز، وهم الذين يحسنون لمن أساء إليهم، يكظمون فلا يحقدون، ويعفون فلا يسيئون، ثم يحسنون لمن أساء إليهم، يعني أساء إليك كظمت فعفوت عنه فأهديت له هدية، كما فعل الحسن بن سيرين، كانوا إذا سمعوا مغتابا اغتابهم أرسلوا له بكساء أو بتمر، أرسل الحسن بطبق تمر الرجل اغتابه قال أهديت لنا أنت الحسنات ونهدي لك الثمرات، فأنت تحسن، كما يقول أبو تمام المبدع إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذرون. فيقول ابن تيمي على هذا الأثر قال فالمؤمن لا يطالب ولا يحاسب ولا يعاتب ولا يضارب، ما لك حق على الناس، الحق لله سبحانه وتعالى الجميع، لكن تعف عن من ظلمك، كما ورد في أثر يحسن بعض العلماء إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني، والله جعل كل أجر محدد إلا أجر الصابر وأجر العافي، فقال في العافي ومن عفى وأصلح فأجره على الله. يقول يترك الأجر لنا تحديد النسبة وعدد الحسنات إلى الواحد الأحد، فإذا كان الله هو المتفضل سبحانه وإذا كان هو صاحب العفو فأي عفو يكون وأي كثرة تكون وأي بركة تكون. وأمر سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بتعاليم قرآنية مع الناس، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن سعدي في تفسيره هذه الآية هي أصل الأخلاق في جميع مراحل العبد حتى يلقى ربه، فعليها أركانها الثلاثة تقوم الأخلاق. قال خذ العفو، قال ما عفى من أخلاق الناس، لا تكلفهم أكثر من البسمة وأكثر من اللطف وأكثر مما يأتي منهم، لا تبحث عن إخبار أنكم قصرتم في حقنا أو ما وفيتم مقامنا أو ما أعطيتمونا أو ما بذلتمونا، العفو. وأمر بالعرف، قال وهو الأمر من الأقوال والأحكام الشرعية الموافقة للكتاب والسنة، وأعرض عن الجاهلين وهم من أساء. بالمناسبة عند هذه الآية صح في الصحيح أن الحر بن قيس كان من أهل القرآن، وكان أهل القرآن قرابة يقربهم عمر رضي الله عنه ويدنيهم منه ويجعلهم مستشارين وأهل أسراره وأخباره، فجاء عمه عيينة بن حصن الفزاري الذي ارتد ثم رجع وله أخبار، وكان هائجا طائشا لا يزال في رأسه حبوب من حبوب الوثنية، فوفد وطرق الباب يظن أن منزلته هي على منزلة الجاهلية، يعني قبيلة وأنه شيخ عشيرة وأنه لا بد أن ينزل، وعمر له مقاييس خاصة، مقاييس القرآن السنة الجهاد الهجرة الزهد، فانتظروا بالإذن، ثم أدخل عمر بعد، قال عمر من؟ قال أنا الكريم ابن الكريم. قال كذبت،
الكريم بن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، أما أنت فالخسيس بن أخسة. هذه الصراحة والصرامة. فدخل قال هي يا ابن الخطاب، يتكلم عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين فاروق، اسمع الكلام كلام الأعراب، هي يا ابن الخطاب ما تأمر فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني لا تحكم بالسوية ولا تنفق. من يعدل إذا لم يعدل عمر بعد أبي بكر ورسول الله عليه وسلم؟ من في أي دستور يكون العدل إذا لم يكن في هذا؟ فهم عمر بعصاه التي يؤدب بها العصاة ليبطحه ليريه الصباح قبل المساء. فقام الحر بن قيس يعرف أن عمر إذا هم هم الملوك أمامه ترتعد عند عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. فوضع العصا قال والله ما تجاوزها وكان وقافا عند كتاب الله. هذا عمر إذا ذكرته بالقرآن وقف، وانتهى الأمر فهو أمر من عند الباري سبحانه وتعالى. تعلمون قضية عائشة رضي الله عنها وارضاها وما قاله أهل الإفك والزور، وقد طهرها الله وبراها من فوق سبع سماوات، فهي الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، زوجة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وهي أمنا رضي الله عنها وارضاها. جاء مصلح وكان ينفق عليه أبو بكر، فقير عنده، وحين يأتيك الإساءة ممن تحسن إليه، فأخذ يتكلم مع من تكلم، فسمع عمر قال حتى مصلح يتكلم والله لا أنفق عليه. فأنزل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فنزلت دموع أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، أعيد النفقة إليه. هذه هي جمل ونصوص تقدم لمن عفى وأصلح. أما رسول هدى عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم من أصدر عفوا بشريا عمن أساء إليه ومن قاتله ومن حاربه، فقد أخذ بحلق باب الكعبة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وتكلم للناس وللدهر، وكفار قريش الذين قاتلوا أمامه الذين حاربوه وأخرجوه من داره وآذوه وسبوه وشتموه قال ما ترون أني فاعل بكم. هذا السؤال يسمى التوطئة في الخطاب، قال ما تروني فاعل بكم، يريد صلى الله عليه وسلم تهيئة النفوس ويسمع الجواب، لأنهم يرون السيوف مسلطة والرماح مشرعة والجماجم يمكن أن تندر في لحظة، يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم نزلوا هذه الجماجم وتنزل في الحال. ومن ينزل الجماجم؟ عمر وعلي وخالد والزبير وأبطال الأمة والحضور، وهناك جردوا سلاحهم لما دخلوا الكعبة. قالوا وهم يبكون قريش، يقول بعض الرواة اختلط صوت الرجال بالنساء بالأطفال، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما شاء الله هذا الفتح، الآن أخ كريم وابن أخ كريم، الآن لا يعلم أمة آذت، يعني قبيلة آذت ابنها البار ابنها العظيم مثل هذه القبيلة. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. فوقع هذا الكلام في ضمير كل مسلم يخاف الله، فكلما أسيء إليه قل لصاحبك اذهب فأنت الطريق عفى الله عنك. هذا منهجه عليه الصلاة والسلام. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج كثيرة من عفوه صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة في أحاديث من يرحم يرحم ومن يغفر يغفر له، هذا صحه الألباني. وفي بعض الآثار ومن يعفو يعفى عنه، فبقدر المجازاة والعمل تجازى عند الباري سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل كان يعامل الناس، فكان إذا أتى فقير محتاج قال تجاوزوا عنه، وإذا أتى مديون قال تجاوزوا عنه، فحاسبه ربه سبحانه وتعالى. فلما حاسبه فإذا ما عنده صلاح كثير وعنده إساءات وفجور قال خذوه إلى النار. ثم قال سبحانه والله يريد أن يرحمه، لكنه سبحانه يسأل العبد هل لك من عمل؟ قال ليس لي من عمل إلا كنت يا رب دائن الناس وبايعهم وشارين، فكان إذا أتى المعسر قلت تجاوز عنه. قال الله نحن أولى بالكرم منك، تجاوز عنه. فتجاوز الله عنه فأدخله الجنة. كعب بن زهير في السير بأسانيد بعض أهل العلم حسنها هجا محمد صلى الله عليه وسلم، هجا سب، وهذا فيه الإعدام، وأعدم غيابيا من وجده فليقتله. وأخذ يتخبى ويندس من قبائل العرب، يأتي عند الخيمة، لأن من الذي ألقى التهديد؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من الذي قال كلمة هذه الكلمة الصادقة ومن وجده فليقتله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يتقرب بطاعة هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يقترب من الخيمة
فيقول له الرجل قال عندك أنا ضيفك هذه الليلة، قال إن كنت كعب لا تقربنا، قال أهدر دمك محمد صلى الله عليه وسلم. فضاقت به الدنيا بما رحبت، فأتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحضر صلاة الفجر، وبعدما صلى صلى الله عليه وسلم بالناس في غسق وإذا بالرجل أمامه يجلس، قال من أنت؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، اسمع مني أبيات. قال قل. قال بانت سعاد. هذا لابد العرب حتى في المسجد وداخل الكعبة يتغزل بسعاد وسلمى وليلى التي أشغلتنا وضيعتنا من الدراسة ومن أصول الدين والشريعة وما حفظتنا القرآن حتى ذاك الوقت إلى الآن. قال بانت سعاد. قال صلى الله عليه وسلم من سعاد؟ قال زوجتي. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال لم تكن إذن. يقول ما بانت، أجلي معك الحمد لله على السلامة. لكن اسمع القصيدة الرائعة المشجية المؤثرة. قال نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفسير، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ثم وصف حاله قال صلى الله عليه وسلم عفوت عنك، وخلع له البرد، برد صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه في صلاة الفجر ولبسه إياه. فتناقل البرد هذا إلى أن أخذه معاوية ب40,000 درهم، ثم وصل إلى دولة الدولة العثمانية، وتزاحم الملوك والزعماء ليلقوا نظرة عليه من خارج الزجاج ليظهروا بنظرة واحدة في ما بقي من هذا البرد. فصلى الله وسلم على نبي الأمة عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. فهذا من عفوه صلى الله عليه وسلم ومن كرمه ومن الريحية التي قدمها للعالمين صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ظاهر البشاشة باطنه السماحة، وذكر صاحب دلائل النبوة أنه يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تخبروني بما قال الناس في إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يقول لا تخبروني، الرجاء لا ينقل لي خبر. حتى ابن مسعود لما نقل له في الصحيح أن الناس قالوا كذا كذا تغير وجه صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فكان صلى الله عليه وسلم يصبر، وكان يغفر، وكان يسامح، وكان يعفو عليه الصلاة والسلام حتى في أمور اجتماعية وهو مع الناس، وهو يمسك بيده بين الناس صلى الله عليه وسلم وبين الجماهير. وفي الصحيح أن رجلا أتاه من الأعراب وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية، ليس رقيق الحاشية، لم يعرف صلى الله عليه وسلم الديباج ولا الحرير لأن هذا محرم في السنة، ولم يعرف أنين اللباس، لبس أخشن شيء وأكل أخشن شيء ولبس في أخشن البيوت ليجعله الله في المقام الأعلى والأرفع، المقام الوحيد في الجنة الذي لا ينبغي العد إلا هو صلى الله عليه وسلم. فسحب الأعرابي بالجبة من ورائه حتى أثرت في عنقه الشريف واحمر عنقه أمام العالم. فالتفت إليه قال العرب أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فضحك صلى الله عليه وسلم، هذا خلق لا يمكن أن يخطر ببال ولا يمكن أن يمتثله عالم ولا يمكن أن يأتي به مصلح ولا إنسان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر له بعطاء وعفى عنه، فذهب إلى قومه فأسلموا عن بكرة أبيهم. هذه خلقه صلى الله عليه وسلم والتي زكاه الله، ولم يحتج والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى استحى بعض العلماء لما كتبوا في سيرته قالوا نستحي أن نمدحه لأن الله مدحه، ونستحي أن نقول فيه شعرا لأن الله سبحانه وتعالى زكاه. حتى أمير الشعراء أحمد شوقي يقول أبا الزهراء قد جاوزت حدي، يقول سامحني إذا أثنيت عليك لأنني تطفلت وسأت الأدب. من يمدحك والله مدحك؟ من يثني عليك والله أثنى عليك؟ من يزكيك والله زكاك؟ الله من فوق العرش يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو المزكى من عند الواحد الأحد الذي تزكيته لا بعدها تزكية، والذي مدحه هو الزين، وشينه هو الشين إذا شان عبد وإذا ذم عبد، كما في السنن ومسند أحمد أن وفد بني تميم طرقوا حجرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في القيلولة، قالوا اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين، وإذا مدحنا مدحنا وإذا ذممنا ذممنا، وتجمل فينا نمدحك. ويحتاج الله لسلمة الناس
ولا بشر ولا قبائل ولا عشر، من أنتم أصلا؟ هو تاريخكم صلى الله عليه وسلم، هو مجدنا، هو فخرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله. يعني الذي مدحه يزين وذمه يشين عند أهل العلم، أما أنتم امدحوا واتركوا. حتى صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يلقي بال القصائد اللي تلقى عليه. وحد جاء من عامر بن صعصعة، قبيلة، والحقيقة أنها قبيلة شجاعة وأنها متفردة، لكن عند محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي الشجاعات وتنتهي السماحات وتنتهي المكارم وتنتهي المناقب عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولا هم منهم لبيد والربيعة الذين حجبهم النعمان بن منذر، فدخل لبيد قال: إن بعيد الضيق يأتيك السعة ولمتي من قزع مقزعة، نحن بني أم البنين الأربعة ومن رجال عامر بن صعصعة المطعمون الجفنة المدعدعة. شوف الشعر القوي الرهيب، يقول: والله أن نطعم الجفنة الكبيرة المدعدعة اللي تمرح باللحم والثلج. صدق، المطعمون الجفنة المدعدعة والضاربون الهام تحت الخيضعة. فأذن له الملك ورحب بوفدهم، فوفدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون يخطبون تلك الخطبة. فقال خطيبهم: أنت أفضلنا فضلا، ما شاء الله بيزكي، وسيدنا وأعظمنا وأكثرنا طولا. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسبحان من رفعه، وسبحان من جعل العبودية بأعلى مراتبها له، وشرفه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، وجعله قدوة للعالمين. عفو الوالي عن الرعية، ومن أعظم ما حفظ لنا التاريخ عفو الوالي عن الرعية. وقبل أن أذكر النماذج، أوجه رسالة لمن حاد عن المنهج، لمن خرج عن الجماعة: تعالوا إلى الوالي، إلى الأب الرحيم، إلى صاحب القلب الكريم الكبير، فقد عفى عنكم وأعطاكم مهلة، وقال: تعالوا إلينا ونتصافح ونتصافى، وكأنه ما حصل شيء. هل بعد هذا؟ هل يرد هذا؟ هذا وفاء، قابل الوفاء بوفاء، قابل الكرم بكرم، قابل التجاوز بتجاوز. لا يكون الإنسان لئيم. يقول أبو الطيب: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم. يقول: لا يقتل الكريم إلا أن تعفو عنه. ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فالعفو عفو من قدرة، وهو يدل على قوة الكيان والدولة إن شاء الله. وفي من سداد الرأي: وأبشر من عفا وأصلح، سواء الوالي أو المسؤول أو الأب، بالعز في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيعزه سبحانه وتعالى في الدنيا ويعزه في الآخرة. وهذه فرصة سانحة، لأن العبد يمر به من الشبهات ويمر به من التغرير مع يعني قلة أو صغر السن والحداثة والشباب، ما يمكن أن يخطي فيه. فإذا وجد هناك من يقدر هذا الضرب ويقدر هذا الخطأ، ويترك مساحة للمراجعة وخط رجعة لمن أراد أن يحاسب نفسه، فأرى أن تفتح الأبواب، وأرى أن يستمر الحوار، وأرى لمن حاد عن الطريق وعوج عن الصراط المستقيم، ورى أنه ترك الجمعة والجماعة، ترك جماعة المسلمين، وأن ترك أسرته وقرابته وقبيلته وأمته وشعبه، أن يأتي إلى الجماعة. يد الله مع الجماعة، فالعفو مع القدرة. يقول أحد الحكماء: أما العقوبة فكل يحسنها، وأما العفو فلا يستطع له إلا العظماء. وأتوا بوزير شق الطاعة في عهد المأمون يريد أن يقتله، قال: ما رأيكم؟ أريد أن أقتله اليوم. قال له أحد العلماء: إن قتلته فلك أمثال في التاريخ، وإن عفوت عنه فأنت فرد التاريخ. قال: عفوت عنه. فهذا هو العفو الذي يميز. الثاني، العفو كما قلت لكم يقتل الأعداء وينهي الحجج التي يتذرع بها بعض الناس، وأن يقول: ما ترك لنا فرصة، وما رأينا أحد يرحب بنا، وما رأينا صدرا يرحمنا، وما رأينا واحد يتصل بنا، وما حلم علينا أحد، وما سامحنا أحد. فالآن أعلن من أكبر منصب في الدولة
أننا سامحنا وعفونا فتعالوا وأقبلوا، ومن عق فليأتي إلينا فأنتم أبناؤنا وادخلوا في الجماعة، وكأنه ما حصل شيء وعفى الله عما سلف. هذا هو الملخص. وماذا يعني العفو؟ يعني عند أهل العلم العظمة والرحمة والحكمة. أما العظمة فقال العلماء كما قلت لكم لا يعفو إلا عظيم، لأن كبير القلب يحب العفو، وصغير القلب يحب الانتقام دائما، ولذلك الأشرار يحبون الانتقام ويقول والله ما أتركها لك ولا نجوت النجا، والله إني وراه وراه حتى يموت. أنا أذكر لكم يقولون في بادية رجل من أهل البادية سرق على جاره قتب جمل الذي ركب على الجمل، فمات هذا الذي أخذ الجمل، عفى الله ما سلف يعني وش قتب جمل، الله يغفر سبحانه وتعالى. فحضر جاره وهم يصلون على الجنازة قال اللهم لا تغفر له فإنه سرق قتب جملي، اللهم اقتص له منه يوم القيامة. فصغر النفس وضيق النفس وجهل النفس يجعل الإنسان يطلب الانتقام ويطلب الاقتصاص. يصلون على الجنازة قال اللهم لا تغفر له فإنه سرق قتب جملي، اللهم اقتص له منه يوم القيامة. فصغر النفس وضيق النفس وجهل النفس يجعل الإنسان يطلب الانتقام ويطلب الاقتصاص ويطلب الحقوق، والكريم لا يأخذ حقه، بل الكريم دائما ينزل من حقوقه ويعفو عن الناس. وحتى أني أعرف بعض الفضلاء في الرياض من الأجواد الأخيار الصلحاء أني أراه يؤذى ويقول سامحونا والله يغفر لنا ولكم إنا مقصرين معكم، وهو الذي يقدم الخدمات للناس وهو الذي يحسن إليهم. ومن أحسن من رأيت وهي مدرسة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بن باز رحمه الله، فرأيت فيه من الصبر ومن العفو ومن الحلم، وجلسنا في مجلس ورأينا من يؤذيه من العامة ومن يتطاول عليه من بعض طلبة العلم، وغفر الله لنا ولكم، غفر الله لنا ولكم، سامحك الله سامحك الله، ما ينبغي هذا، سامحك الله. وهو إمام وإمام أهل السنة في وقته، ومن اعتبر كلامه وفتاويه وسارت بأخباره الركبان وشد له بالقبول وصلي عليه من طنجة إلى جكرتة، ومع ذلك يعفو عن أناس لا يحملون علما ولا تأصيلا ولا فقها. فهذا هو واجب العبد الصالح أن يكون عظيما، أي يعني يسمو على الأخطاء ويتجاوز ويعرف طبيعة البشر ويلتمس الأعذار لإخوانه، يقول ربما هذا جهل كلامي، ربما أساء، ربما طيش الشباب حمله على ذلك، جلساء السوء، ربما غرر به، فهو يفتح المعاذير للناس، ألا الله أن يفتح له المعاذير يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، ويعني ذلك الرحمة، فإن القاسي لا يمكن أن يكون قريبا من الناس، والجبار بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فالرحمة هي القرب من الناس بالعفو عنهم والصفح، وهذه الرحمة لا ينزعها الله إلا من قلب شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث المسلسل، قيل مسلسل بالعبادلة وقيل مسلسل بالاتصال بالمصافحة، والراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك افتتح الله كتابه باسمين عظيمين جليل، الرحمن الرحيم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يأخذ الحسن والحسين سيدا شبابها الجنة، كل من دخل من شاب من شباب الأمة فسيداه الحسن والحسين، فيقبل هذا يا لهذا القلب الكبير ويا لهذه الرحمة المعطاة، ويقبل هذا ينتفت بالصحابة ويقال هما ريحانتين من الدنيا. قاتل الله عبيد بن زياد لما قطع رأس الحسين أخذ يدخل العصا في أنفه وفي طص في صحن رأس الحسين، وبكى الصحابة وبكى الناس، فأخذ يدخل العصا في هذا المكان مكان الحسين حيث الجمال حيث السمو حيث الطهر ابن فاطمة، فيدخل العصا ورأسه مقطوع الجمجمة من أعظم جماجم التاريخ الحسين لما قتلوا يكبرون جهل مهل العراق. يقول أحد الشعراء جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يقول قتلوا التكبير والتهليل والوحي والرسالة الذي من بيتك أنت ومن المسكن الذي كنت فيه انبعث النور للعالم. فأخذوا عبيد الله بن زياد بالعصا يقول هذا خرج علينا، خرج عليك لا ردك الله، قال خرج علينا وهذا عك الشبكة
عصى الطاعة وهذا فعل. فقام أبو برزة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى قال يا عبيد الله ارفع عصاك والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموت ويقول هما رحلتين من الدنيا تؤذي بعصاك وتشير إلى الناس وتشمت به وبفمه الطاهر وبأنفه وبهذا الوجه الجميل الذي ما رأى وهو أجمل من البدر ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعمة. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الطفلين الحبيبين الذكيين القريبين فيقبل هذا ويقبل هذا أبناء فاطمة ويقال هم ريحانتين من الدنيا ما له في الدنيا ريحانات ولا أشياء ولا باقات هذه باقات صلى الله عليه وسلم. فأقرأ ابن حابس من أحد قبائل العرب من رؤسائهم وشيخهم جالس قال تقبلوا الأطفال عندكم؟ كان يسأل أحد المواطنين يسأل محمد صلى الله عليه وسلم شوف الجفاء شوف الجهل قال تقبلوا الأطفال عندكم؟ يا أقرع الذي أمامك هو الذي ينزل عليه جبريل صباح مساء يا أقرع الذي عندك هذا الذي أتى عليه القرآن من اللوح المحفوظ يا أقرع هذا الإنسان الذي أمامك هو صاحب الشفاعة الكبرى يا أقرع هذا الإنسان الذي تكلمه هو الذي يتكلم يوم القيامة لا يوم لا يتكلم ما لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو يرفع رأسه فيقول الله يا سيد ارفع رأسك وسل توطى واشفع تشفع فهو يتكلم وحده. قال تقبل الأطفال عندكم؟ اسمع زيادة النشرة قال والله إن عندي 10 من الأطفال ما قبلت واحدا منهم هذا رواية مسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يقول أنا أملك أن أورثك الرحمة أن أنزل الرحمة أن أسكب الرحمة في قلبك في ضميرك؟ لا. فهذه رحمته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم فالعفو يدل على الرحمة فرحمة القلب تجعل الإنسان يعفو ولا يظن بالعافية أنه ضعيف لا والله بل يدل على القوة والسداد الرأي. فإن من يستطيع أن يعفو يستطيع أن ينتقم ومن يستطيع أن يتجاوز يستطيع أن يأخذ. أما الجبان الرعديد فإنه لا يتجاوز الناس عن سيئاتهم ويدل على الحكمة. فإن من الناس من يحتاج إلى العفو والناس طرائق قددة ومذاهب شتى في فهمهم للنصوص وفهمهم العلوم وارتكابهم للأعمال خاصة في مثل الشعوب ففيهم من الطرائق والشرائح والمذاهب ما يمكن أن يكون هناك حكمة في معالجة هذا الرأي. والحقيقة وقعت الحكمة والحمد لله ونودي بها ووعلنا والله كلما راجع إنا نفرح ونسجد لله شكرا الحمد لله. وأنتم رأيتم من تكلم البارحة وأخبر عن حاله وقال والله إني كنت حرمت صلاة الجمعة والجماعة كان فالجماعة ماذا؟ جماعة المسلمين يصلون الحمد لله يحجون يعتمرون يقرؤون في القرآن يتصدقون أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإذا لم تستطع شيئا فدعه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عذرك الله عز وجل وعذرك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن تقوم بالسلاح أنت والأربيجي وأنت فرد لتصادم الأمة والدولة والشعب والعلماء والمفكرين والصالحين والأخيار والناس الذي عذرك هو الله عز وجل الدماء عليك. فقصدي لماذا هذا المسار المظلم؟ لماذا هذا النفق المظلم؟ طيب افرض أخطأت ومر سنة وسنتان وثلاث لكن أتى البيان الآن من العلماء أتى من الدعاء أتى العفو قرار من القائد من والي الأمر فما هي الحجة؟ وش ماذا بقي؟ القرار الحكيم من الوالي له ثمرات 4. الأولى الرجوع على الخطأ فهو الحمد لله فرصة لمن أراد أن يراجع عن خطأ. ويقول بعض العلماء من الآن معاصرين هذا العفو يجعل الإنسان يعيد حساباته في ذهنه يقول ما دام من يقوبل بالعفو دليل على أن ما هناك تشنج ولا هناك حب الانتقام ولا هناك إصرار على الظلم والجبروت كما يدعي بعضهم ما دام أنه قدم له وقيل له هذا عفو فالواجب أن تراجع. الإنسان يقول عفى الله عنك ماذا تقول؟ قل وعفى الله عنك ويقول لك السلام عليكم عليكم السلام وسامحك الله قل وسامحكم الله.
فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قيل لو عفونا عنكم وتجاوزنا عنكم فليقل ونحن نقبل هذا العفو ونحن نسلم ونحن ناتي إلى أبينا ونحن نقول له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ليقول لنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الثاني سل الحقد وحب الانتقام، فإن هذا فيه من الحكمة أن كل شاب موتور لعقائد في ذهني أو فهم معوج يحمله ذلك على أن يسل هذه الضغينة من القلب، فوالله ما عفى عاف إلا حبته القلوب وانصاعت له الأرواح كما قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الثالث إقامة الحجة، فالآن الحمد لله انتهى الإقامة الحجة العلمية والعملية، العلمية المتمثلة في العلماء والدعاء والعملية المتمثلة في القرار السياسي الحكيم، فقد انتهى الأمر، لا أصبح هناك حجة. كان يعتذر بعضهم يقول أنا لو سلمت نفسي عذبوني وأهانوني وحبسوني، فيقال الآن انتهى، يقول تعال الآن ويعفى عنك ولا تعذب ولا تحاسب وتدخل في دارك، من دخل داره فهو آمن ومن دخل داره بشرفين فهو آمن وكأنه ما حصل شيء وعفى الله عما سلف. والآن العلماء يقولون من كان شاك من هؤلاء الشباب في هذا فليأتي إلينا ونذهب به نحن إلى والي الأمر ونشهد معه عند والي الأمر أنه في ذممنا وأنه ما يأتيه بأس، يريد كتابة أو يريد شهادة، وسوف يجد من والي الأمر من الكرم أن يجعلك ابنه ويقول انتهى الموضوع. وهذا الذي فهم والحمد لله. والبوادر أبشركم أن هناك أسماء سوف تسمعونها قريبا وهي تجعل الشمل يجتمع أكثر والأمن يستتب أكثر، ولن نستعجل الأحداث حتى تعلن في حينها، لكن نستبشر خيرا ونفرح والله كلما رجع أخ ولأن يكون شريدا طريدا تبكي عليه أمه وأبوه وأبناؤه ويدعى عليه في مساجد المسلمين ويشق الطاعة على غير مشروع موفق ولا خطة سليمة ولا رأي سديد ولا عاقبة محمودة. الرابع من آثار هذا العفو جمع الشمل وتوحيد الكلمة، فإن العافي في حكمة يعلم أنه إذا عفى وأصلح تأتي القلوب وتجتمع عليه الأرواح وتحبه الأنفس كما قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتأليف القلوب واجب الراعي وهو ما فعله، وواجب على والي الأمر أيضا الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالذي فعل هذا هو موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الرفق، لأنه مطلوب من صاحب القوة الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الدولة والقوة وأيده من عنده أن يرفق بعباد الله، فيهم من يخطئ ومنهم من يشد ومنهم من يجهل ومنهم من يفهم خطأ ومنهم من يغرر به ومنهم من يسمع جلساء السوء ومنهم من تمثل له الشبهة ومنهم من تغلبه الشهوة، فإذا عاد فليقبل منه. فهذا فيه لجمع الشمل المدى الواسع والحمد لله المقبول. الرابع نماذج من عفو الحكام، وفي مسيرة التاريخ حكام عفوا، حتى بعض الذين ألفوا في سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله يقول عفى عن بعض محاربيه 3 مرات. ومن الحكام شيخ بني تميم قيس بن عاصم المنكري أحلم العرب مدرسة الحلف تنتهي إلى قيس بن عاصم، حتى يقول فيه الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحت بلادك سلمه، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. يقول يوم مات قيس متنا جميعا، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معصوب ما شاء الله معصوب الرأس معه عصا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتاق يرى قيس بن عاصم هذا المنكر شيخ بني تميم بادية وحاضرة بل هم من شيوخ العرب الكبار، فوفد قال صلى الله عليه وسلم أين قيس؟ قالوا هذا يا رسول الله
فرأى العقل صلى الله عليه وسلم والحلم. قال يا رسول الله عظني، يعني أوصني في بعض حد السير. قال إن معك قرين تدفن معه وأنت ميت، ويدفن معك وهو حي، يعني عملك. يا قيس إن مع القوة ضعفا، ومع العزة ذلة، ومع الغنى فقرا. فأوصاه بالعمل الصالح فأخذها وحفظها. يقول للأحنف بن قيس، قال الأحنف بن قيس هذا من أحلم العرب من بني تيمية، ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم. قالوا كيف؟ قال كنا جلوسا معه يحدثنا في مجلس وهو محتبي بالحبوة، يعني كيس كانوا يحتبون به، ينصب أحدهم ركبتيه ويحتبي الكيس ويحدثهم ويقص عليهم ويذكر لهم من ذكرياته ومن سماعاته ومن أخباره. وفجأة وإذا بابنه يسعى بن قيس، قال يا أبتاه. قال نعم. قالوا ابن فلانة قتل أخي، قتله وذبحه. قال قتل، قال قتل وقطع رأس عند البيت. قال الحنف بن قيس وهو الصادق البار، جعله ابن تيمية من أمثل الأولياء في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال والله ما حل حبوته ولا قطع كلمة، يعني قصته. وأخذ يتحدث لما انتهى، قال ائتوني بابني، غسلوه كفنوه، انظر الحلم. وأما أمه، يعني زوجة قيس بن عاصم، أم الولد، فأنا أدفع الدية لها. وأما ذاك وأمه فإنهم غرباء علينا، عفى الله عنهم. فأي حلم مثل هذا الحلم؟ ولذلك كتب الله له سيرة حسنة وجعل له لسان صدق في الآخرين. ومما حفظ في ذلك معاوية، فقد ذكر ابن كثير والذهبي أن معاوية هذا معلوم فيه من الحلم ومن جلالة الرأي رضي الله عنه وأرضاه، ومن تحمل الزلات، إلى درجة أن ابن الزبير الشجاع الصحابي الفارس المصلوب كان في قوة، وكان قوة غضب. لمعاوية مزرعة، وله مزرعة في المدينة، يعني زربة نخل وزربة نخل متجاورتان، وابن الزبير لا يقبل الدنيا أبدا، يقدم على الموت مثل الأسد، يتمنى. لم يطف في الجاهلية ولا في الإسلام أحد في السير بالكعبة 7 مرات سباحة إلا ابن الزبير. يا ويل من صادمه ابن الزبير هذا عبد الله، يقول ويل لك من الناس ويل للناس منك لا تمسك النار. فدخل بعض موالي وخدم معاوية، دخلوا في مزرعة عبد الله بن الزبير، هم معاوية إمام الدولة والي الأمر الحاكم. فكتب له ابن الزبير، أما بعد، من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أسماء ذات النطاقين زكي، إلى معاوية ابن هند، ما قال ابن أبي سفيان، آكلة الأكبات لأن أكلت من كبد حمزة، أما بعد فإن خدامك وذاك الوالي الحاكم والدولة معه والجيش معه وهذا من العلماء والكبار الصالحين، أما بعد فإن خدامك قد دخلوا مزرعتنا فكفهم عنا وإلا فالجواب سوف يأتيك. تهديد ما بعده تهديد، وش بيجي الجواب؟ رضي الله عنه. فقرأ معاوية الخطاب وتبسم ودعا يزيد ابنه الطائش، قال الإمام أحمد لا نحبه ولا نسبه، وقال بعضهم ليس بأهل أن يروى عنه. قال ما رأيك؟ هذا كتاب ابن الزبير، انظر إليه. فقرأ، ما رأيك يا يزيد؟ قال أرى أن ترسل له جيش، أوله في المدينة وآخره عندك، يأتون برأسه. قال معاوية بل خير من ذلك صلاة وأقرب زكاة وأقرب رحمة، أئتني بالدواء والقرطاس. فأتى وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ذات المنطقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لجعلتها لك، فإذا جاءك خطابي هذا فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وخدمي وعمالي إلى عمالك. فقرب ابن الزبير فطارقت عيونه بالدموع وذهب إلى معاوية وقبل رأسه، قال لا أعدمك الله عقلا أحلك من قريش هذا المحل. فهذا هو العفو، وهذا هو الصفر، وهذا جودة الرأي، وهذا هو السداد في المنطق. وقد حفظ لنا التاريخ أخبارا كثيرة، كما قال أهل العلم في المامون والفضل بن الربيع الذي أراد أن يقلب الدولة على المامون وبحث عنه في كل مكان، ذكره أبو الفرج التنوخي واختفى وأعطى جائزة كبرى على مستوى دولة بني العباس لمن وجده، لأنه ألب ضده وشحن الناس وحاول أن يفقده ملكه. وفي وسط الليل سمعوا صايحا يصيح وجدنا الفضل بن الربيع، فأتوا به مسلسلا مقيدا، فلما رآه
ورأى وجه وجه أتى المأمون فسجد متجها إلى القبلة ثم رفع رأسه. قال تدري لماذا سجدت؟ قال ما أدري. يقول الوزير قال ما سجدت لأن وجدناك، والله ما لما وقع نظري على نظرك ألهمني ربي العفو عنك فقد عفوت عنك. يقول المأمون هذا والله أني أخشى أني ما أجر في العفو. قالوا لماذا؟ قال جبلة لي، يعني طبيعة لي، يعني ما أتكلفها، أخشى أنها لعدم تكلفي لهذه الجبلة أني ما أجر على ذلك. ولذلك كان يهدد بعضهم يقول إن لم تسكت ضربناك صوتا. فكان يمزع أهل العلم يقول ما شاء الله، لأن عنده علم وثقافة واسعة على مسألتي في الاعتزال، أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وهي التي أحدثها في مسألة القول بخلق القرآن، وكان من ضحاياها الإمام الكبير والذي قدم نفسه فداء للأمة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود هذا من هذا العفو. وقبل أن نذكر نموذجين أقول لا يفهم من ذلك أنها تعطل الحدود أو أنها لا يعمل بحد الله في الأرض بمنطق العفو عن كل من أساء أو سرق أموال الناس أو قدم في حد شرع. لا، هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا يفهم هذا، إنما هذا الأمر الذي يستطيع الوالي ومن صلاحياته ويقدر عليه عند العلماء ويميز ذلك أهل العلم والدعوة والفقه في الدين. قال الشعبي اختفيت من الحجاج، حسبنا الله على الحجاج، قتل العلماء واختفوا منه. قال اختفيت منه 4 سنوات في البادية. قال له أهل العلم أين كنت يا شعبي والحجاج يبحث عن العلماء؟ كان يبحث عنهم عشان دير جماجم ويتلقط رؤوسهم بالسيف. قال كنت في المكان الذي قال فيه تأبط سرا عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. لأن الشعبي هذا في شرح النووي لمسلم كثير العلم، يقول الحسن البصري الشعبي هذا يقول كثير العلم وافر الحلم قديم السلم. شوف كلمات مسلمة، كثير العلم وافر الحلم قديم السلم. فيقول أنا مثل ما قال تأبط شرا عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. تأبط شرا هذا فر من أهلي ومن قبيلتي، ما وجد عنده حقوق، ما يعطونه، ما لا أعطوه غنم وكان فقير، ولا أعطوه بقر ولا أعطوه إبل. قال لنفسي وش علي أن أطلبهم؟ أنا بأخذ البقر من الصحراء، بقرهم أسوقه، الله اللي خلق البقر والإبل، ما هم بهم، شوف منطق الجهلية. والله اللي خلق الغنم أنا بذبح منها وأكل منها، وش علي أنتظر إنسان استأذنك في بعير بارك الله فيك؟ قال در الله، هذه من أجمل القصائد ترى في الحماسة وفي قول على قول. قال در الله أني للجليس لشأن وتبغضهم لي مقلة وضمير. يقول والله أني مستثقل الجلوس مع الناس، أنا مهاجر إلى الصحراء يعني أتصرف بنفسي. عوذ يقول ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. يقول والله لا أسأل أحد البعير، البعران أصلا هذا منطق لله الواحد الأحد ما هي للناس، هذا خطأ، الناس لهم أملاك. ثم قال عوذ ذيب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. قال أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة ينبغي لك أن يكون لك عزلة مع الله عز وجل ومع الكتب، وتخرج من جلساء السوق وتمتثل بقول تأبط شرا عوذ ذيب فاستأنست بالذئب إذ عوى البيت. وهذا من أجمل الأبيات قلته لمن منكم عادته الخلطة ضيعت عليه طلب العلم، القرآن مع جلساء السوء، امكث في بيتك وتمثل بقول المتنبي أعز مكان في الدنيا سد سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. وإذا طرق عليك الباب جلساء السوء أهل اللغو أهل العوج الفكري أهل الشهوات الملهيات، قل من خلف الباب عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى البيت. وإذا جاءك شرير قال نذهب في سياحة، واترك يا أخي العلم، دائم علم علم ودراسة دراسة، قل عوى الذئب فاستأنست البيت. وإذا قال نسهر والله بيغفر لنا ونام عن صلاة الفجر، قل عوى الذئب فاستأنست البيت. هذا من منطق إخوتي في الله. والعفو هذا لا نهاية له عند من سجل التاريخ، ولذلك من قتل من الحكام ولم يعفو عن الحقوق ذكر بأنه قاتل، ومن عفا ذكر بأنه عافي، والله يعفو عن من عفا سبحانه وتعالى. وأريد بالمناسبة أن أقدم دعوة لمن حاد عن المنهج، أقول له في 4 رسائل. أولا عد إلى الجماعة،
تعال إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجمعة، إلى دروس العلم، إلى العلماء، إلى الولاة، إلى جماعة المسلمين، إلى إخوانك، إلى محبك. ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. الثاني، ادخل في الطاعة والبيعة، فإن هناك بيعة والله لا نجامل بها، وإن نلقى الله بها، ولا نريد بها ثوابا من أهل الدنيا، لكنها عقيدة نعتقدها. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالشذوذ من الجماعة وترك البيعة والخروج بدون سبب شرعي وهو الكفر البواح، وهذا ليس متحصل، هذا خروج من بيعتي ومن طاعتي والي الأمر الذي أمر الله بطاعته. قال سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. الرسالة الثالثة: لا تعذب والديك بغيابك. قرأت رسائل في بعض الصحف والمجلات، والد كبير في الثمانين يقول لابني ممن حاد على المنهج ومازال متغيب: ارحم سيبتي، ارحم دموعي، والله ما أنام في الليل بعدك. قدر نفسك أنك الأب، كيف ينام الأب وابنه مطالب، وابنه في عوج فكري، وابنه خارج عن الجماعة، وابنه شذ عن الطاعة، وابنه ترك البيعة؟ يقول ارحمني، ارحم شيباتي. كيف ما يكون هناك بر بالوالد وبر بالأم؟ الأم تبقى سهرانة كل صباح، تقول أحدهم في مقابلة تقول: كلما طرق طارق خرجت أظن أنه ابني. وتسأل الركبان وتسأل الصاد الوالد: هل سمعتم خبره؟ هل رأيتموه؟ قد ينام الناس، يهدئ الناس، لكن الأم أم، الأم ما تنام، الأم ما تهدأ، الأم ما ترتاح. لماذا؟ ما هو المقابل؟ ما هو المقابل؟ تعذيب الوالد، تعذيب الأم، تعذيب الأبناء، تعذيب العشيرة، تعذيب الفخذ، الإساءة الظن، شك الطاعة، بمقابل ماذا؟ ما هو المشروع الذي ينفع به الإسلام؟ ما هي النصرة للدين؟ ماذا ينتظر؟ ما هي الفائدة المرجوة؟ ما هي الثمرة المرادة؟ لا تعذب والديك، ارجع، انتظرونك. كلما زاد يوما وأنت تعذبهم تتحمل هذا الوزر وهذه الدموع وهذا السهر وهذا الظن، ما يأكلون الطعام. مهما وعدت الوالدين، الوالد والد هو مضغى منه، مهما قلت أنه معوج أنه حايد عن طريق، قال ابني، تقول للأم هذا كذا وكذا، أدعي له بالصلاح وبيأتي إن شاء الله، قالت: لا أنام حتى يأتي ابني. أبدا، هذا الذي يعلم بالسير والحال والواقع. الرسالة الرابعة: أبناؤك ينتظرونك. رأيت أربعة أطفال في جريدة الرياض ويقطع لهم القلب تقطيعا. البنات يقولون: كل يوم ننتظر بابا يأتي، كل ليلة، ويقفون عند الباب ويتباكون، مهما قيل لهم من سوف يأتي أو يقدم عليهم، أطفال ينادون الباب، يضربونه صباح مساء وينتظرون وقوفا، يظنون أنه سوف يفد إليهم. فلذات الأكباد يضيعون. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. هذا منه عليه الصلاة والسلام، رسالة صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، أقول الحمد لله، تسهل الأمر وأشرفنا، وبشركم بشرى سوف تسمعون قريبا، سوف تنتهي هذه الأمور جميعا، وسوف نعود والحمد لله نحن في خير، وسوف يعود الأمن أكثر والاجتماع أكثر والشبل أكثر، وسوف ترون إخوانكم، سوف ترونهم معكم قريبا، يصلون معكم وهم في الحرم معكم، ويعتمرون معكم، ويحجون معكم، ويطلبون العلم معكم. فالحمد لله الذي سدد الوالي على أن قال هذا العفو، وقبل من أهل العلم ومن أهل الدعوة، وسار هذا طريقا لعودة هؤلاء ليرحموا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأطفالهم الذين ينتظرونهم. ولله الحمد على أن سددنا في هذه البلاد بحفظه سبحانه وتعالى للبيت العتيق، ولمدينته صلى الله عليه وسلم ومسجده العظيم في مدينة منورة. ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ سامي الشيخ إمام هذا الجامع، وأشكر من نسق لهذه المحاضرة الشيخ خالد العساف، وكل من قام وشارك في هذا الاجتماع المبارك، فأهل الفضل يشكرون ويثنى عليهم ويدعى لهم. فنسأل الله أن يثيب كل من ساهم في خير. جزاك الله.
أو قال كلمة خير أو دعا إلى خير أو جمع شمل. ونسأل الله باسمه الأعظم أن يصلح والي الأمر وأن يوفقه ببطانة صالحة ناصعة راشدة تدله على الخير وتحذره من الشر. ونسأل الله أن يجمع كلمتنا كلمة الرعي والرعية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وآله وصحبه.